ب 22 شهر بالذكرى 23 لأعجوبة السيدة نهاد الشامي بعد ما تدخل القديس شربة لا شفاءها، وهالموعد يلي بيتكرر كل شهر ب 22 الشهر بمر شربة اللي نحن بالام تي في بالذكرى السنوية عم نكون موجودين ونجرب نكون مشاركين بهالاحتفال الكبير مع عدد كبير من الناس يلي بيتوجهوا لمر شربة لحتى أكيد ياخذوا بركته وياخذوا نعمة الشفاء الجسدي والروحي كمان. خلينا نشوف برومسيون. بزمن العتمات في سراج أكيد بعده ضاوي، واليوم عم يجذب بعجيبه كل الكرة الأرضية. بعد 50 سنة على تطويب قديس لبنان والعالم، لبنان بيحتفل بحبيس عناية. الام تي في بترافقكم بيوم صلاة وشهادات غيرت حياة كتار. من المحبسة للدير، مسيرة 23 سنة على أعجوبة الشفاء مع نهاد الشامي. شربل صلي عنا مع كاتيا خوري مندلق وإلي أحوش هالجمعة ابتداء من الساعة 8:30 الصباح. لاقونا إذا 22 شهر إن كان ببيوتكم عبر الشاشة وإن كان على ديس شربل على عناية دير مرمرون لحتى نكون نحن وياكم بهالنهار المميز. بواتسون ام تي في لليوم رح نرجع نتذكر نحن وياكم ذا فويس كيدز، رح نرجع نتذكر ميديا محنا يلي فعلا اذهلت الناس بصوتها الرائع وبشخصيتها كمان الحلوه. خلينا نشوف. انا قلبي يدق اكثر من عندهم. اي والله بم بم بم. بده يدق قلبك اكيد. 1 2 3 4 حبيبي بحضان بوسني من وجنتي وطفاني. الله 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 يرحمه تعالى. أموت حسرة وقهر. الشر عليك لو لحظة إنساني أقبل أعيش بسجن لو أنت سجان. يعني لجنة الحكم لو منا عارفة إن هي بذا فويس كيدز قبل ما يبرموا أكيد ما رح يعرفوا إن هيدا، وكتير كمان الأصوات التانية هيدا صوت ولد بعمر صغير، في نضوج بالصوت كتير بكير. أكيد عم نتابع حلقات ذا فويس كيدز نهار السبت على شاشة الام تي في ودايما بانتظار مواهب رائعة ومواهب جديدة كمان. اما بالنسبه لسليبرتي دوات نهار الاحد فعم تكون الاجواء رائعه كمان، في مواهب عم تبين. خلينا
معاك يا نور عيوني معقول اكون بحبك اكتر من نفسي ليه يلا حقيقي حيروني جربتوا غلبوني حقيقي حيروني جربتوا غلبوني أما مع النجمة هيفاء وهبي فعم نكون مع مسلسل مريم خلينا نشوف شو هي آخر تطورات قولي أعمل إيه دلوقتي أتصرف إزاي هو الحل الودي مفيش غيره طب وافرض ما وافقش يبقى هياخد رنا ودي حاجة مستحيلة هتحصل خلاص يبقى بلاها جواز أصل الدكتور حازم راجل محترم دكتور في الجامعة له صايع وله بلطجي وسمعته زي الفل ده حتى ما عندوش أي فضايح نقدر نستغلها ضده علشان نكسب القضية دي عم تضطر تختار إذن ملك بين بنتها وبين زواجها أكيد رح نتابع حلقات هالمسلسل على شاشة الام تي في هلا وقفة بنرجع منتابع مع لايف خليكم معنا